لا 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 لا، ولا تقلق خالص يا مهدي بيه، أكيد المدام مش متورطة في حاجة، هي بس حظها جه كده، يعني كلها تحقيقات وأمور شكلية وهتخلص. أوكي يا سيادة اللواء، سواء خلصت بعد ساعة، بعد سنة، مثل ما وعدت، تولين مسؤوليتك، راح استلمها منك إيدي بيك. وأنا عندي وعد. تعقيد أمن دولة يا ناشر. تشربي إيه؟ لا أنا نازلة على طول، ورايا مشوار مصابين الكنيسة، قلت أعد عليكي قبلها. طب جاية ليه لما أنت نازلة على طول؟ مش فاهماكي. وحشتيني، فيها حاجة؟ خريطة معاكي. إيه ده؟ أكيد هوصل لحاجة يا ليلى. أنا مش هسيب أي حد ليه علاقة بالموضوع إلا وهسجله. يا رب أنا خايفة عليكي. كل سي دي من دول زي ما فاكراه يقربك من الحقيقة، هو في نفس الوقت يقربك من الخطر. عندك حل تاني؟ انت شايفة ان ده حل يعني؟ طب هيوصلك لحاجة؟ يمكن اه ويمكن لا يا ليلى، بس مش عاوزة اجي يوم واقف قدام رضا يقول لي عملتي ايه عشاني؟ يكون عندي حاجة ما عملتهاش. سوري يا ليلى، ما قلتلكيش ميرسي على المقال. ميرسي على المقال؟ هو رضا ده كان اخوك لوحدك ولا ايه؟ كان اعرفه قبل ما اعرفك يا بنت. ربنا يخليكي لينا يا رب. انت عارفة ان النهاردة عيد ميلاده؟ وعلشان كده قصدت انشره في المعدة، والسنة الجاية ان شاء الله هيبقى معانا ونحتفل بيه وما نكتبش عنه تاني يا ستي. ان شاء الله يا رب. مش هتشربيني حاجة؟ انت مجنونة يا بنتي؟ مش لسه سألاكي وقلتي لا؟ غيرت رأيي. ايه ده؟ لو سمعت صوت اي حد جاي على هنا تبقى طفي المدعوقه دي، ما تجيبليش الكلام. حاضر، ما تخافش. امسك شويه تلج وحته قماشه، ظبط وشك عشان النيابه. نيابه؟ وانت بتصدق؟ وايه اللي مخليك متاكد كده انهم مش عايزينك في النيابه؟ بيدوك الامل عشان يرجعوا ياخدوه منك تاني تيأس وتنهار وتعترف باللي هم عايزينه. ده حكايتك ايه بالظبط؟ مش مهم تعرف. معلش يا اشرف يا ابني، تعبك معايا، ما انت وجمال اخوات. يا عم رجاء الكلام ده، انا وجمال اكتر من الاخوات كمان، في ايه؟ ما عنديش حد غيرك دلوقتي يا ابني، بعد ما اصحاب عمري فاتوني. يا الناس اوام صدقوا اللي بيتقال. ليه؟ ده جمال ده متربى على ايديهم، ما كانتش سنين اللي عشناها سوا، هو العيش وملح اللي كلناه. خي على الرجاله، خي. معلش يا حاج، ما تعرفش ظروف الناس ايه؟ عندك حق يا ابني، كل واحد دلوقتي بيقول حق الله نفسي. بس طمني، الجرايد كتبت عن الحادثه ومحدش جاب سيره جمال، لا حس ولا خبر. وبعدين الاستدعاء اللي جاني من النيابه ده كمان انا مش فاهم معناه ايه. هو لسه مفيش تصريحات طلعت لا من امن الدوله ولا النيابه، والاستدعاء اللي جه لحضرتك ده حاجه عاديه جدا. انا هلغي كل القواضي اللي عندي واجي احضر مع حضرتك ان شاء الله، ولو اني عارف بتوع امن الدوله دول ممكن يغلسوا ويخلوني ما احضرش مع حضرتك. لا يا ابني، ما تعطلش شغلك انت. بس انا حاسس، طمني، الجرايد اللي ما كتبتش دي خير ولا ايه؟ والله حاج دول بالكتير قوي لحد الليله دي. يعني الفضايح هتبدا من بكره. لا حول ولا قوه الا بالله، جيب العواقب سليمه يا رب. معلش يا حاج، اهدى. اكيد جمال ملوش دعوه بالقصه دي. على العموم انا قدمت طلب للدفاع عنه وجبت صوره من التحقيقات اللي تمت لغايه دلوقتي، وان شاء الله خير. خير يا ابني، ان شاء الله خير. و
وعلي ما اتصرفش ليه؟ هو مش صاحبه برضه؟ ده حتى ما جانيش ولا كلمني في التليفون. وعلي تلاقيه مسافر ولا حاجه، ولا ما يعرفش اصلا بالقصه. المهم طمني، سليم عامل ايه؟ كويس يا ابني الحمد لله. انا سايب اسماء عنده وهروح دلوقتي علشان اجيبهم على طول. شاهل النبي اصلا الله يخليك. لا حاج خليك، انا هروح اجيبه. طب يا ابني كتر خيرك. يا ابونا اللي راحوا دول مش بس ولاد الكنيسه، دول مصريين دمهم غالي علينا كلنا، ونيابتك لازم تساعدني. يا بناتي صدقيني انا مقدر كلامك جدا، لكن الامن اخذ كل سيديهات كاميرات المراقبه اللي سجلت الحادث، اللي بره واللي جوه. طب ما فيش تسجيلات غيرها؟ او ممكن حد من الموجودين صور بموبايله مثلا؟ يا ابونا لو قادرين نوصل للحقيقه وما ساعدناش بعض على كده، هيبقى دمهم في رقبه كل واحد فينا. شوفي يا بنتي انا مستشعر سيب نيتك، والفلاشه دي يا بنتي عليها تسجيل صوره واحد من ولادنا من داخل القاعه لحظه الانفجار طبعا، ودي كل اللي عندي. والسيد المسيح بيقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب، ولو نيتك اظهار الحقيقه فعلا يبقى الرب هيساعدك، اما لو نيتك حاجه تانية تذكري دماء الشهداء. لإظهار الحقيقة يا أبونا، تأكد من كده. يبقى الرب هيباركك. اللي حصل ده حصل ليه يا علي؟ تفتكر ده سؤال أجاوبك عليه يا جمال؟ خلاص يا سيدي. اختار السؤال اللي يعجبك وجاوبني أنت عليه لوحدك. بطريقته هو، وأنت فاهم بيربيك. أبو العزم مش بيربيني. أبو العزم عايز يخلص مني خالص مش كده؟ مش للدرجة دي. أمال لأني درجة يا علي؟ لأني درجة؟ هترد بيسجلوا لنا؟ مأمن الوضع، ما تقلقش. خلاص رد عليا يا علي. طريقة تفكيرك وكلامك معاه هم اللي ادوا له الفرصة إن ده يحصل. وده ما كانش المفروض يحصل. أنا اتبعت يا علي وأنت عارف كده كويس. أنت غيرت الخطة من ورانا يا جمال. أنا ما غيرتهاش. أنا لغيتها خالص وأنت اللي رجعتها تاني يا علي مش أنا. ما كانش ينفع تتلغي يا جمال، ما كانش ينفع. أنت ناسي إحنا بنشتغل إيه؟ يبقى خلاص. يبقى أنا هنا في المكان الغلط. أبو العزم بيحطني كبش في ده لحاجة تانية يا علي. تانية إيه وكبش في ده لمين؟ هو أنت جاي تسألني النهاردة ولا جاي عشان تديني إجابات؟ إهدى. إهدى وفهمني إيه اللي حصل ليلة القبض عليك. مش إهدى. أنا لازم أعرف أنا هنا ليه ولحد إمتى يا علي. رد عليا. أبو العزم بيحطني كبش في ده لمين؟ يا جمال أقسم لك بالله لو عندي إجابة واحدة عن أي سؤال ما كنتش حاسبك في الحيرة دي صدقني. يا أخي ده أنت عيني اللي بشوف بيها ما ترد عليا. الناس اللي بتحقق دينا وايه معايا على ايه؟ ايه اللي تحت ايديهم؟ صورتي ازاي متشافه بره؟ الناس بتقول ايه؟ ابويا ابني؟ ما ترد عليا يا اخي واحنا اصحاب على الفاضي ولا ايه؟ حاضر يا جمال حاضر، بس اهدى واحكي لي. قبل ما احكي لك اي حاجه انا عايز اعرف تولين فين دلوقتي؟ تولين في الاسم تتعرض على النيابه وبيتجدد لها. تولين لازم ترجع، وترجع لالها مش للمهدي يا علي انت فاهم؟ حاضر، بس اهدى واحكي لي. Liman, çok korkuyorum ben. Gerçekten senin için çok endişeleniyorum. Bu adam deli. Bana yaklaşan herkesi mahvediyor. Keşke daha fazlasını yapsan. Yapma. Benim ailemi görmeme izin vermiyor biliyor musun? Ailemi görmemi istemiyor. Ben gerçekten boğuluyorum artık. Tulin, bu kabusu unutacaksın. Sen olmadan ben hiçbir şey unutamam ki. Bir ressamın eli nasıl böyle güçlü olabilir? Resim emek ister. Latte içer misin? Ben yaparım. Yo yo. Sen otur. Ben yaparım. Riman bu ne? Yukarı çıkın.
Sakın ha. Hayır. Hayır çok korkuyorum lütfen. Seni alacaklar benim için geldiler. Korkma, korkma. فاكرهم جايين لها طلعوا جايين عشان انا. انا كنت اقدر اخلص عليهم وانت عارف كده كويس بس خفت عليها. حاجة غريبة فعلا. حاجة غريبة ايه؟ وانت جاي تستغرب؟ مين اللي عارف مكان البيت غيرك انت وهم يا علي؟ انت اكيد كنت متراقب. وجود البيت دي عندك سهل واوعك والقبض عليك. قصدك ان المهدي اللي ورا كل ده؟ ما اعرفش. ما تعرفش؟ طب انا هقول لك. ابو العزم بيبيعني عشان خاطر المهدي. أنا ولا المهدي يا علي؟ المهدي ده ولا حاجة. ده حتة سمسار قد كده وأنا أقدر أفرمه تحت الأرض وأنت عارف كده كويس. مين المهم بالنسبة لكم أنا ولا هو؟ أنت طبعًا يا جمال. مش بالكلام يا علي. طبعًا مش بالكلام. وهتشوف أنا هعمل إيه. قبل ما تعمل أي حاجة تقولي لازم ترجع لأهلها وفهم صاحبك إنه مش أنا اللي يعملني كبشة فدا يأمن بيه نفسه. أنت فاهم؟ معناها انك انت مأمن نفسك يا جمال علشان كده تقدر تنهيه. انهيه؟ بإيه بقى وإزاي؟ بأي حاجة نمسكها عليه. نمسك ايه؟ اللي زيه زيك في ايده حاجة يمسكها على ابو العزم تفتكر؟ اللي قولي صحيح هو انا ابويا عامل ايه؟ كويس مش كده؟ سين هل لاحظت أي سلوك أو تصرف غريب طرأ على المتهم في الفترة الأخيرة؟ غريب إزاي يعني؟ لا ما أنت اللي هتقول لنا يا أستاذ رجاء. يعني كان بيقابل ناس استغربت علاقته بيهم، كانت بتجيله تليفونات غامضة مثلا. اللي بتتكلم عنه ده يبقى ابني آه، لكن راجل يعني معقول أسأله أنت بتكلم مين ولا بتقابل مين؟ إزاي يعني؟ من كلامه معك في الفترة الأخيرة ما لاحظتش عليه أي تغيير في شخصيته؟ لا ما لاحظتش. جمال اترفد ليه من الشرطة؟ رفض؟ جمال ابني ما اترفدش من الشرطة، هو قدم استقالته لأنه ما حبش يشارك في حاجة فيها غلط. طب ليه حضرتك ما تقولش إنه شارك في حاجات غلط فاترفد؟ لا ما حصلش، ابني عمره ما يكذب عليا. وبعدين علي نفسه قال لي الكلام ده. علي زميله؟ أيوه. يعني حضرتك كنت شاكك في الكلام اللي جمال قاله لك فحبيت تتاكد من علي؟ علي وجمال زي الاخوات يا ابني. وبعدين علي قال لي الكلام ده لانه هو كمان قدم استقالته مع جمال وفتحوا شركه السياحه سوا. انا لا يمكن اشك في ابني ابدا. استاذ رجاله جمال اترفض بقرار من المجلس الاعلى للشرطه بتاريخ 12 اكتوبر 2007 وده بسبب استخدامه لعنف المفرط مع احد المتهمين اثناء استجوابه. وللأسف مات على ايدين جمال. ايه يا ابني الكلام ده؟ ده لا يمكن ابدا، انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ يظهر يا استاذ رجائي انك كنت عايش مع حد ما تعرفوش. ما تعرفوش يعني ايه يا ابني؟ انتوا ليه مصرين ان انتوا تظلموه كل شويه؟ سلوكه العنيف ده سبق واستخدمه معك؟ معي انا؟ هيضرب ابوه يعني؟ ابوه ما اظنش بس ممكن مراته. بص بقى يا بطل انا عايز الاكل ده كله يتاكل. حاضر يا جد. حبيب جد انت. هي مامي جت، مامي جت، تاكلي معايا بقى يا مامي؟ ميرسي يا حبيبي، اكلت بره. ليه يا بنتي؟ ما تيجي ناكل لقمه كلنا سوا. خلاص؟ هي الحياه متعتها بقت في اللقمه السوا دي؟ اه لا واضح ان انت اكلت بره فعلا. وبعدين ايه اللي انت حاطه للولد ده؟ بتاكله ترشي؟ بيحبه، امنعه عنه؟ اه طبعا يتمنع منه. انا قلت 100 مره. ابني انا بس المسؤول عن اكله مش حد تاني. لما تفضي انت باكليه. انما ازاي سيده المجتمع قاعده ليل نهار في النادي هتجيب وقت لابنها وبيتها منين؟ بيت؟ هو انت بتسمي ده بيت؟ ده الواحد بيبقى قرفان وهو داخل الشارع من اوله. روح يا حبيبي شوف البيوت اللي بجد، شوف الفيلل والشقق، ناس عايشه بحق وحقيقي مش مدفونين بالحياه. بص يا فريال أنا كان ممكن أعيش في أنضف بيت في مصر بس لما يكون معايا واحدة تستاهل تعيش فيه. يا ولاد عيب مش كده؟ لا كده. ما تروح لحبيبي تجيب اللي تستاهل تعيش معاك أنت وأبوك. أبوك؟ بعسلت أبوه كمان؟ مش أنت اللي مخليه عايش معاك هنا في القرف ده؟ الله يسامحك يا بنتي.
يلا يا سليم يا ابني، يلا نخش جوه، يلا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. أنا أبويا ما تقولوش كده، وما ينفعش تكلميه كده أصلاً. سيب شعري. الكلام يتسمع. لو قلع الجزمة وإداليك بيها توطي على رجله وتبوسها له. والآخر مرة بقولها لك، صوتك معلش في البيت ده. أقسم بالله لو حصل تاني هتشوفي مني معاملة ما شفتهاش في حياتك. هحبسك انفرادي وأحط لك أكلك زي الكلاب بره في طبق. لما أنت راجل قوي كده وبتضربني، ما تخلي عندك دم وتطلقني. لما أنا هطلقك فعلاً. بس بعد ما تعلم الادب، عشان ياخدك بعدها يعرف ان انا ربيت صح. دي المره الوحيده اللي صوتهم عيلي فيها. انا كنت في اوضتي وسمعتهم. لا حضرتك تقصد دي المره اللي انت حضرتها. اكيد كان في غيرها كتير. استغفر الله العظيم. جمال ابني ما هواش بلطجي، ولا هو من النوع اللي بيمد ايده على الستات عمال على بطال. هي اللي ما كانتش راضيه بعيشتها. مش عشان اتاخد ظلم المرة دي هتلزقوا فيه كل العبر. حرام يا ابني حرام. صباح الخير. المحضر ودي شهادات بتقول ان اسمه مش موجود في اي مستشفى. بس ده التواريخ من اسبوعين فاتوا. وانا حضرتهم على حسب الميعاد اللي كان المفروض اقابل حضرتك فيه، بس للاسف بقى حضرتك كنت مشغول. انا طبعا بتاسف لك جدا، بس يعني كان عندي ظروف اضطرتني ان احنا ناجل الميعاد. خير ان شاء الله. قولي لي انت سالتي في مشروع؟ سالت وقالوا لي انه ما جالهمش حد بالمواصفات دي ولا بالاسم ده. بس في نفس الوقت رفضوا يدوني شهاده تاكد على الكلام ده. انت عارفه المشكله بس ان هي تكون حادثه سرقه عاديه. اتاخدت فيها محفظته وأوراقه وتعرض فيها للضرب، وده أدى لتشويه في ملامحه. أستاذ أشرف، أنا أخويا عايش والموضوع له علاقة بأمن الدولة. أنا بفكر معاكي في كل الاحتمالات. أنت ما تعرفش رضا أخويا بالنسبة لي إيه؟ ده كل حاجة ليا في الدنيا دي، ما أقدرش أتصور حياتي من غيره. عشان كده من فضلك أنا عاوزاك تعتبر القضية دي أهم قضية عندك، وأنا تحت أمرك في أي أتعاب. أتعاب إيه بس؟ أنت من ساعة ما جيتي لي هنا خلاص، القضية دي بقت بتاعتي. من فضلك اتأكدي من الكلام ده. أنا سمعت الكلام ده قبل كده كتير. ومن النهارده مش هتسمعيه تاني. وبعدين يا ستي اعتبريني مكان رضا أخوك لحد ما نلاقيه إن شاء الله. مع إني طبعًا متأكد إن مفيش حد ينفع ياخد مكانه عندك. إن شاء الله هنلاقيه. إنه في يوم، اكتب التاريخ، الساعة 1:00 ظهرًا، تم استكمال التحقيق مع السيدة تولين أوغلو وبحضور الأستاذ شريف حبشي المحامي الموكل عنها. سين، ايه طبيعة العلاقة اللي ربطت ما بينك وبين جمال الجبال المتهم الأول؟ Hayır 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 hayır. Söyle onlara. Beni savunmanız için ben bir avukat talep etmedim. Çünkü ben Rimo'nun suçsuz olduğunu biliyorum ve ben kendimi savunabilirim. مش عايز المحامي. مدام تولين، أنا هنا لمصلحتي مش لأي سبب تاني. Bakın, ben kendi yararımın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ve ben avukat istemiyorum. Kendimi savunabilirim. Çok teşekkür ederim size. تعرف مصلحتها جدا وتعرف تدافع عن نفسها، شكرا لك. زين بيه، انا مضطر استاذن دلوقتي، بس سيادتك تسمح لي اطلع على التحقيق بعد سيادتك ما تخلصه. طبعا. بعد اذنك. هيا مدام تولين، ايه طبيعه علاقتك بالمتهم جمال الجبال؟ Bakın bunu daha önce size söyledim. Rimo'nun hayatı tehlikedeydi ve ben o hayatının Ben ona yardım etmek istedim ve evet onun kaçmasına yardımcı oldum. Zimbi, müsteşfi mabarra اتصل وبيقولوا ان احنا نقدر نستجوب بالشغل. اوكي، جهز لنا عربيه. جاي يا فندم. هيا مدام تولين انا سامعك، اتفضلي كملي. الشاي يا اختي. هتفضلي قلبه بوزك كده؟ كل ده عشان اتجوزت؟ انا برضو يزعلني جوازك؟ ده انا امك يا هبل، يعني اكتر واحده تفرح لك اكتر من روحك كمان. بس تعرف من بره
اعرف من بره افريال والناس تاكل وشي. ما ملعون ابو الناس، هما كانوا عملوا لنا ايه الناس يعني؟ وبعدين هم وراهم حاجه غير التلسين على بعض. وانا قلت لك هغيب عنك شهر ودعت لي. ودعت لك والخير اهو حصل وهينوبك منه زي ما انت عايزه ولحد ما تقول يا بس. اما نشوف. دي جوازه اللي ربنا كرمني بيها بعد جوازتي السودا من الارهابي الممسوك. ارهابي؟ يا نهار اسود، جمال ارهابي؟ امال انت فاكره ايه؟ خلينا فيكي دلوقتي. ايه؟ هتاخديني عايش معاكي؟ لا طب اذا كان مش عارفه اخد ابني يعيش معايا. ابنك؟ ده انا نسيت يا اختي ان ليكي ابن. الا قولي لي بالحق، انت هتسيبيه مرمي كده عند حماكي ولا ايه؟ وانا المفروض اعمل ايه يعني؟ ما هو اللي مش عايزني اشوفه. بس هيجي اليوم هاخده وهتشوفي. انا لسه ما شفتش حاجه. يوم ما خلصنا بقى قلت لك هشيلك من الزباله والحته المعفنه اللي انت عايشه فيها دي، هجيب لك شقه في زايد. زايد؟ مش معنى زايد يعني؟ اه عشان عمك وولاده مش كده؟ ما انا فهماكي. اه كده عشان يعرفوا ان الدنيا دوارة وعشان نزل لهم زي ما زلنا. خايفه عليكي من روحك يا فريال. ما تخافيش، انا عارفه كويس قوي انا بعمل ايه. يا متر ايه اللي حصل؟ انا ما فهمتش منك حاجه في التليفون خالص. وبعدين انت ليه ما حضرتش مع التحقيق؟ مدام تولين هي اللي طلبت كده ورئيس النيابه وافقها على اللي هي عايزاه. وبعدين؟ والله دي رغبتها، ما اعرفش. انا قعدت المده دي كلها عشان انسخ محضر التحقيق لكن مكنه التصوير عطلانه. عموما انا بكره هبعت حد من المكتب عندي يجيبه. اوكي يا متر بعد اذنك. اتفضل. الو؟ بونجور مهدي بيه. بونجور. طيب تابع وشوف الامور لوين راح توصل. اوعى تخليها تغيب عن عينك. اسمع، في لي صاحب الامن المصري طلبت منه انه يساعدك، بس الحقيقه انا ما بوثق الا فيك. ماشي. بونسوار. البضاعة ما تخرجش من مينا، عطل تصريحهم. ساعتك دي خسارة علينا احنا، دي بضاعتنا. عارف انها بضاعتنا، اعمل اللي بقولك عليه. تحت امر معالي. اديك شايف، بخسر روحي بنفسي، بضاعتي مش عايز اخرجها من مينا عشان يبقى يعجب سخليف وعواجيز الحزب اللي امامهم حواليه، يقول لك قانون احتكار وما احتكرش جاتهم نيله. يفهموا ايه دول في الاقتصاد ولا في القانون؟ ساعتك مكبر الموضوع قوي ومديله اكبر من حجمه. ما خبيش عليك، عاجبني قوي برودك يا بدير، نفسي اعرف سره ايه. سره اني استاذنت سعادتك في يومين ادور لها على مخرج وقانوني، وقد كان يا باشا. شطاره وهبه خليف انه بيسحر لكل اللي حواليه، بيقنعهم ان افكاره ومشاريعه القانونيه للصالح العام وبدون اي دفع شخصي. وبعدين احنا هنفك السحر ده، اسم جديد يغرق السوق، يسحب البساط من الكل ومننا احنا شخصيا. ومن ورا الناس كلها بتاعنا. قديمة ولا واحد وافق يعمل كده لانهم كلهم خايفين منه. عيب يا كبير، اللي عندي مش خايف ومستعد يدفع كمان عشان يعمل كده. ومين بقى ان شاء الله البطل ده؟ الله اكبر، ودي كمان محطة فضائية. والشيخ بقى ناس ده ايه، ما بيهمتش، ده رابع محطة يفتحها. الراجل ده بقى يفتح محطات فضائيه اسرع ما بيفتح علبه التونه. بيتاجر مع الله يا مولانا، كلها محطات دعاء ومشايخ، ربنا يزيد. يزيدوا يا حمار انت، فاهم حاجه؟ ده غسيل اموال، شغل شغل على ميه وسخه. امسك يا شيخ. بس اوامر خليها كلمه لحد ما تظبط تاخد بالك. ايه ده؟ ايه العده دي؟ دي عده هتكلم فيها ولا احلف برحمتك؟ هو الموجود ده يا شيخ. والمأمور بتاعك ده بقى مش ناوي يحن علينا ويفرض لنا على موبايلاتنا؟ ده ساحب مني ايجار اربع عدد وجهازين كمبيوتر، هو في ايه؟ هو الحكومه بيروح يا شيخ نوح. على رايك، لحد في الحكومه ما بيروحش لاصحابه. خد يا ابني.
قول لهم في الزيارة الجاية يبقوا يجيبوا عدة تليفون حلوة كده عشان عمك السلم جاه. تؤمر يا مولانا. الأمر لله يا ابني. واحنا مالناش بركة إلا أنت يا شيخنا. متر ما تعملش معاهم الشويتين دول الله يرضى عليك. يا عم احنا اللي عايزين مش هو اللي عايزنا. ده انا ما صدقت ان المحامي بتاعه بعت لي مرسال وان الراجل موافق. يا عم زي ما يكون. ايوه زي ما يكون. الاسم ابقى شاركته وخلاص. وزي ما بيقولوا في الامثال من شارك السعيد ايه؟ ايوه من شارك السعيد يسعد. تمام يا متر. ايوه ايوه الله يفتح عليك. ايوه بص هقول لك على هذا. انتوا خلصوا الهجوم مع بعض وبعد كده ترجعوا لي على الامضاء. الموضوع ده مهم يا متر. ايوه لازم يتم. ماشي ماشي ان شاء الله. الف سلامه يا متر. الف سلامه. الأخبار كلها جديدة، أسماء المقبوضة عليهم لسه متسربة طازة. قولي. اكتب عنك. جمال الجبالي، قاهري، 35 سنة، مش معروف انتمائه لأي تنظيم بإيه. التاني اسمه سيد هلال. بطاقته على اسكندرية بس عايش في القاهرة، في منطقة اسمها صفت. 37 سنة وسلفي. بس كده؟ مفيش معلومات أكتر؟ عناوين، صور، أي حاجة؟ لسه بظبط، أول ما هتجيلي حاجة أكيد هتحرك على طول. ما تقلقيش يا أستاذة. لازم أقلق. الموضوع ده بتاعي وانت اللي هتظبطه لي. اكيد اكيد. انت امبارح اتعزمت على القهوه بسبب الحلقه مش كده؟ اربع ساعات. اربع ساعات قهوه امن الدوله طبعا بيغلوا القهوه براحتهم وطعمها في الاخر ما اقولكيش. هو زباله. طب معلش يا وليد هعزمك على غيرها. تمام. صعب قوي يا متر اللي انت بتقوله ده. دي قضيه امن دوله. ده كفايه انك عديت من الباب تحت ووصلت لحد مكتبي وقعد هنا. وانا مقدر ده هتبقى. خلاص لما يطرحها النيابه قبله براحتك. حاتم باشا انا جاي لسعادتك ومتاكد ان انت لو مش عايزني اقابله انا مش هقابله. بس يعني الباشا اللي بعتني لسعادتك بالكارت ده اكد عليا ان سعادتك ابو الواجب وهتساعدني. بص يا عم اشرف الباشا كان مدير امن من اساتذتي وانا ماليش طار مع اللي اسمه جمال ده. ده شغله وانت فاهم. محضر ولازم يتقفل ويتحول للنيابه. تمام. ما هو اللي مش تمام بقى انه مش عايز يساعدنا نقفله وهيخلي النيابه تزن على دماغنا وملفه ما كملش لغايه دلوقتي عندي والاسم انه داخليه سابق. يعني انا بحقق مع واحد لا فاهم له ولا عارف له غير التهمه اللي جاي فيها. يا باشا امال انا جاي ليه؟ انا جاي اوعيه وافهمه خطوره سكوته وانه لازم يتكلم. باشا جمال متورط في القضيه دي انا متاكد. متورط مش متورط لازم يتكلم. فهمه ده كويس. انا لغايه دلوقتي مش مصدقه. يعني ايه؟ في حاجه اسمها فجر كنيسه؟ طب ازاي يعني؟ يا حبيبتي ما احنا طول عمرنا بنسمع عن اللي فجر واللي ولع وياما بلاوي اكتر من كده. ايوه يا دادا بس مش جمال. انت نفسك شفتيه هنا اكتر من مره وعارفاه كويس. جمال البني ادم اللي لا يمكن ياذي حد ولا حتى يجرحه لو حتى بكلمه. ده اول حد بيجي على بالك لما تبقي خايفه ومش مطمنه وتبقي واثقه ومتاكده انه هيريحك ويشيل عنك ويحل لك كل حاجه. يبقى ازاي يتهموه كلام فارغ زي ده؟ منى يا حبيبتي استهدي بالله مش عايزه اسمع منك الكلام اللي قلتيه ده تاني. ليه وانا قلت ايه؟ انت ست متجوزه وعلي جوزك لو سامك بتحكي عن جمال ده تاني مش هيرضى طبعا. بلا قرف. انا مقدره ان انتوا اصحاب من زمان بس برضو الاصول حلوه يا منى. بقول لك ايه يا دادا ما تقفلينيش منك انت كمان. وليه رامي نام؟ ايوه يا حبيبتي البيبي ستر بتاعته حضرت له الرضعه اكلها يا حبه عيني وراح في سبع نومه وانا اطمنت عليه بنفسي. مساء الخير. مساء
مساء النور يا علي بيه. يا سلام، لو كنت جيت بدري شويه كنت شفت رامي ولعبت معاه كمان. بكره نلعب معاه كتير. اخليهم يحضروا لحضرتك العشاء؟ لا لا، انا نازل تاني. عن اذنكم. اشرف وانكر رجائي بيحاولوا يكلموك من الصبح. ايه؟ ما كلمتش حد فيهم ليه؟ هكلمهم. هتكلمهم؟ انت بتستهبل يا علي؟ انت ما سمعتش اللي حصل لجمال ولا ايه؟ ايه؟ هو جمال ده مش صاحبك؟ انا ليه حاسه ان كل الناس بتحاول تساعده باي حاجه الا انت؟ واقف تتفرج. انا اصلا هتجنن من ساعه اللي حصل ومش ساكت. تقدر تقولي عملت له ايه؟ عملت اللي عملته. دي حاجات ما تفهمهاش. ما افهمهاش؟ اسف. ما كنتش اقصد. بلا تقصد بلا زفت. ما هي مش جديده عليك. ولا فعل ولا كلام. بلا قرف. أنا آسف للي حصل، ربنا جعلها آخر الأحزان. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. أنا زين نصار رئيس النيابة المكلف بالتحقيق في قضية تفجير الكنيسة. أهلا وسهلا يا ابني. تفضل تفضل. أنا الحقيقة قبل ما أجي رحت المستشفى سألت عليك وحبيت أجي أعزيكوا بنفسي. المصاب قليل. أنا عرفت باللي حصل له هو. ربنا يصبره. وبعد ما عرفت ده هيفرق في حاجة؟ لا أكيد مش هيفرق. بس كلامك معايا وشهادتك باللي شفته هتوصلنا للحقيقة واللي أكيد هتغير كتير. الحقيقة. أنا أقول لك إيه الحقيقة؟ الحقيقة إحنا درجة تانية. أي كلام على هامش. وفي التلفزيون الإخوة العباط. والشيخ بيبوس البابا. لكن في الشارع بنتضرب بالنار، احنا بني ادمين احنا ولا حاجه تانية. ده يكفي ان يبقى يوم عيدك وتقلب لميتها، ودي مش اول مره ولا تاني ولا عاشر، دي كتير قوي يا باشا. وانت من الحكومه وعارف ياما حققت في قواضي زي دي. حصل ايه بعد ما حققت؟ عرفت الحقيقه؟ ايه يعني؟ انت غيرت حاجه؟ اديك جايب دلوقتي برجليك وبتدور على غيرها، وهتقعد تدور على غيرها لغايه ما تطلع على المعاش، واحنا يكفرونا. باشا احنا من الاخر بنضحك على بعض والنتيجه في الاخر خراب على الكل. قوم يا جمال، جاي لك زيارة. جمال حبيبي اخبارك ايه؟ ازيك يا اشرف؟ وضحت الحمد لله. طمني ابويا وسليم عاملين ايه؟ زي الفل. انا خرجت سليم من المستشفى وبقى تمام. طب الحمد لله. الحمد لله. خد انا جبت لك دي. ماشي. لوني صحيح، هو انت عرفت توصل هنا ازاي؟ جرى يا عم انت؟ وانا مش محامي ولا ايه؟ لا محامي. بدل ما انا محامي يبقى فاهمني بقى في ايه؟ يا اشرف تفتكر في العشر دقايق اللي سمحوا لك بيهم عشان تشوفني هعرف احكي لك موضوع زي ده؟ جمال انت لازم تديني اي مفتاح. انا قريت التحقيق بتاع اللي اسمها تولين دي. مين تولين؟ وليه بتقول عليه كريمون؟ وايه موضوع الشغل بتاعك مع جوزك؟ يا اشرف يا اشرف صدقني كل الكلام اللي احنا بنقوله ده ملوش اي لازمه. الموضوع كبير وصعب يتحكي، وحتى لو حكيته مش هيتفهم. يا جمال لازم افهم، انا المحامي بتاعك. انا مش محتاج محامي. ما تزعلش مني بس الموضوع كبير. الموضوع اكبر منك ومن اي حد. مفيش حاجه اسمها كده. انا لازم اقف جنبك واساعدك غصب عنك. يمكن. يمكن احتاجك ويمكن ما يحصلش خالص. يعني ايه؟ يعني زي ما كل ده حصل في ثانيه ممكن كله يهدى تاني واكنه ما حصلش. انا مش فاهم حاجه. وانا ما كدبتش عليك في حاجه. صعب يا اشرف صعب. جمال خلي بالك من نفسك. ما تيجي يا خواجه تشرفينا هنا. ايه ده؟ هي مش مالينا عينيها ولا ايه؟
في ايه؟ ما تيجي يا بياضه. طب والنبي لو اوريك يا حبيبتي عشان انت مش راضيه تيجي. تعالي يا ماما. Welcome to Lean. We are really sorry about these animals. It's their only way of welcoming their guests. I am Al Almiri, Gamal's a friend. I mean, Rimon. He is okay, and he wants to be sure that you are doing well. I know about your relationship with Gamal. He told me everything, and I know you are facing a lot, especially with your husband, Al Mahdi. What do you want me to do? Tulin, Gamal is in a major trouble. And he won't be able to get out of it without our support. He refused to talk. He doesn't want you to get involved. In fact, you were in his apartment that night. How can I help? We need to know who trapped him in this. You have to tell me in details what happened there before he returned to Egypt. Do you understand me? Yes, yes, I understand. Tulin, Gamal is a brother to me. We share secrets. He promised you to get you back to your country. And I will help you. You have my word, but you have to help me as well. It's so simple. Just keep your mouth shut in front of the investigator. Trust me. One word, and you're dead. أنا مقدرة تماما الحزن اللي حضرتك فيه. عارفة قد ايه الغدر والندالة قاسيين، لكن هتقولي ايه بعد لكن؟ اللي بعد لكن ما يتقالش يا ليلى. انا اصلا مش من هنا، احنا يا دوب بقالنا سنه هنا. جينا لما مشيل دخل الجامعه قلنا هو نبقى جنبه وهو يبقى اسمه تغيير. هل حضرتك من فين؟ انا اسكندراني ابا عن جد. شوفي يا ليلى، الاسكندر الاكبر لما جاي يبني اسكندريه المهندسين بتوعه قالوا له نبنيها منين لفين، البحر واسع، ملا كفه بدقيق شعير ورماه على الارض، رسم لهم شكل المدينه تبقى ايه. فجاه جا طير وحط على الشعير ياكله، طير ياما. الناس ما عرفتش الطير ده جا منين ولا ليه، انما اللي عرفوه ساعتها كل الناس ان البلد دي تفضل بلد خير وجود وأمان. أنا عشت في كل حتة فيها وصاحبت كل الناس، الصيادين وغزال الشبك، المشايخ وأبو أحمدات، البحارة والعساكر، لفيت كل شوارعها وحواريها، من مرسى أبو العباس لقلعة قايتباي لكرموز للسيالة، كل حتة أنا حفظت وشوش كل الناس الإسكندرانية، وكنت بعرف أقراها كويس. إنما لما جيت هنا يا بنتي قلبي انقبض. الناس وشوشها متبدلة، مش شبه الإسكندرانية اللي أنا أعرفهم. ضحكة وهفشة ونكتة اتبدلوا بتكشيرة وضيقة وخناقات لأتفه الأسباب. الحضن بقى كره، بقى شوك. اللمة فرطت خلاص يا ليلى. هتسأليني تحزين على اللي حصل، إن يعني فقدت مراتي وابني. معلش، هما دلوقتي يا بنتي في الملكوت،
مع المسيح ذلك أفضل جدا، لكن إحنا اللي عايشين على الأرض أكيد ده مش الأفضل بالنسبة لنا. ده الأسوأ. فضلوا الأول أما نشوف بقى طعمه إيه ده. الله، ده طعم فراولة. ستروبري يعني يا جد؟ ايه؟ فراولة. ايوه هي ستروبري دي اللي هتخفف سولي ان شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوب بسم الله. شاطر يا سولي شاطر. يلا نجهز بقى، عايزك تكلفت نفسك كويس عشان ما فيش اي نقطة هوا تخش لك من اي حتة. ايوه جاهز؟ جاهز. ننطلق؟ يلا بينا. يلا كتير كتير يا سرير على دنيا الحواديد والأحلام. ها قولي بقى يا سيدي، عايزني أحكي لك عن إيه؟ احكي لي عن بابا يا جد. ليه يا حبيبي عايزني أحكي لك عن بابا؟ ما هو بابا لما يجي هيحكي لك اللي هو عايزه. وأنا أشوف بابا تاني يا جد؟ طبعا يا حبيبي طبعا هتشوفه وهتقعد معاه وتتكلم معاه زي ما انت بتتكلم معايا دلوقتي بالظبط. انا حاسه ان انا مش هشوف بابا تاني زي ما ماما حصل معاها، مش هنرجع نعيش مع بعض تاني سوا. لا يا سوري لا ما تقولش كده، بابا حبيبي بيحبك وليمكن يبعد عنك. ما ماما كمان كانت بتحبني. اه معلش اصل ماما كان عندها ظروف ما قدرتش، لكن بابا جمال راجل قوي عارف مسك الظروف دي وقال لها ايه انت فاكره نفسك ايه عايز تبعديني عن سوري حبيبي ابني، وراح مديها سيف يد. عارف سيف يد؟ اه كده. ايوه سيف يد كده اللي انت اتعلمته في النادي ده، وراح مكسرها حتت وقال لها لا انا لا يمكن استغنى عن سوري حبيبي وردي ورنفلي. انت مسافر بجد يا بابي؟ اه يا حبيبي هسافر يومين، عندي شغل وهرجع على طول. مش احنا اتفقنا ان اي سفريه تروحها تاخدني معاك؟ وانا هعمل لك ايه؟ ما انت لكل شويه تعيا. انا خفيت اهو يا بابي. لا ما خفتش، لما تطلع من المستشفى تبقى خفيت، واخدك في الحته اللي انت عايزها بعد كده. بابي ممكن اقول لك على حاجه؟ قول يا حبيبي. انا عايش علشانك، اوعى تسيبني لوحدي.
علي مين اللي مستنيه يتصرف؟ انت اكيد واخد فكره غلط خالص عن علي. يعني مش هساعد جمال؟ معرفش، بس علي ده من النوع اللي طول الوقت بيوهمك ان هو عايز يتصرف، لكن ما بيعملش ولا حاجه، مساعده بالكلام وبس، لكن فعلا انسى. غريبه قوي. بقولك يا اشرف، انت فعلا هتقدر تساعد جمال في قضيه زي دي ولا وكله محامي كبير؟ توكلي له ايه؟ محامي كبير. محامي كبير؟ المحامين الكبار دول كبار سن بس، مفيش حد فيك يا بلد يقدر يخرج جمال ويساعده من اللي هو فيه غيري. بس هو يساعد روحه الاول. يعني ايه؟ تفتكري يا منى جمال من النوع اللي ممكن يبقى ورط نفسه في حاجه زي دي بجد؟ لاخر مره بسالك، مين اللي ودع جمال؟ برضه واحد صاحبي كان معدي عليا يشرب معايا شاي، قرف من حياته وقال لي خلص نفسه. انت هتستعبط يا امك، قال لك جاي قضيه ايه؟ ما تساله. لا ده انت بتستظرف. رد عليا عدل يالا، قال لك جاي قضيه ايه؟ ما عنديش كلام اقوله لك. لو ما حكيتليش اللي حصل بالتفصيل هلبسك جنايه قتله. لا يا راجل، ده على اساس ان انا جاي في سرقه موبايل. وانا اعلمك شغلك ولا ايه يا باشا؟ قلت لك قبل كده 100 مره مالكش دعوه بالموضوع ده. الحكايه اكبر منك، اسمع الكلام. اللي بتقوليه ده يا ليلى حله بسيط قوي. ما دام اللي في الصوره ده احمد الطوخي زي ما انت بتقولي، يبقى الاسم اللي قال لك عليه زميلك اسم حد تاني. الجرايد كلها مش رصدته النهارده باسم جمال الجبالي. طب يبقى مين احمد الطوخي؟ ده اللي هيكنني. طب ما يمكن واحد شبهه. شبهه؟ أنا لو هغلط في الناس كلها مش هغلط في أحمد الطوخي. أنا مش مصدقة إن الكلام ده بيحصل في أوتيل فايف ستارز. سوري دومازيل، بس قلت لك الغلط مش من عندنا، ما إجى حدا من قبل حضرتك عمل كونفرميشن. البرنت دي من عندي مين؟ من عندكم هنا؟ هيدي الورقة موجودة أونلاين على الويب سايت اللي بتحجزي عليه. من فضلك ما تدخلينيش في حوارات جانبية، أنا جاية أعمل شغلي وأغطي المؤتمر ومش لاقية أوضة محجوزالي، تقدري تقولي لي هتصرف إزاي؟ المشكلة إنه الأوض عندنا كلها كومبلي، إذا بتحبي بتصل بأوتيل تاني قريب شوف إذا عندهم أوض. هترجعي تقولي لي إنه كومبلي برضه عشان المؤتمر. واضح ان في مشكلة. مشكلة كبيرة. معلش، كل مشكلة وليها حل. ماري، احجزي الأنسة ليلى المحجوب. احجزي الأنسة ليلى أوضة من عندنا. بس مستر اعملي زي ما بقولك، أنا عندي ناس لسه جايين كمان يومين. حاضر مستر أحمد. شفتي؟ كل مشكلة وليها حل. ميرسي بجد، أنا مش عارفة أقول لك إيه يعني. أنا ما عملتش حاجة. أحمد الطوخي. مين ده؟ ده مستر أحمد الطوخي، عضو بالمؤتمر الأمم المتحدة عنا. صباح الخير. صباح الخير، تفضلي. المطعم فيه أماكن فاضية كتير، بس قلت يعني أنت عودتي إن أنا أحجز لك مش كده؟ كنت عارفه انك هتفهمني كده. انا بارك معاكي. هيئة الأمم المتحدة مش كده؟ واضح ان انت صحفية شاطرة فعلا. هو انت ما سمعتش عني قبل كده؟ اديني بسمع، بس بسمع سوري شوية. صح، انت عرفت كده ازاي؟ انا مامتي سورية بس بابا مصري. باين من طريقتك. انا بجد متشكرة على اللي عملته معايا. وانا ما عملتش حاجة. هما كلموني الصبح ووفروا لي غرفة. طب كويس. تفتكر المؤتمر هيحقق حاجة؟ سوري معلش، كنت بتكلمي على المؤتمر مش كده؟ طيب بصي بقى، أنا صاحي الصبح النهاردة مش عايز أتكلم عن الشغل خالص، البلد دي فيها حاجات حلوة لازم نشوف فيها. تتكلم عن الشغل ولا تتفرج عليها؟ من أول مرة خرجت معاها فيها حسيت إنه مش زي أي حد تعرفه.
وفي كل مرة تقابلنا بعد كده كان بيتأكد الشعور ده جوايا. كنتش أرتب كلام أقوله معي، كنت بسيب الكلام يطلع مني على طبيعته. كنت حاسة إن أعرفه يعرفني من زمان قوي زي ما أعرفش. من وأنا صغيرة كل اللي كان يسألني نفسك تطلعي إيه لما تكبري أقول له صحفية، حتى يمكن قبل ما أفهم يعني إيه كلمة صحفية. كانت في عندنا مدرسة في مدرستنا الابتدائي في طنطا كان اسمها أبلة عواطف، هي اللي اختارتني زرعتها جواها. كانت دايما تشجعني أكتب وأرويلها إني كتبت، تخليني أطلع في الإذاعة المدرسية. عوضت عندي فقدانها، فضلت في حياتي لغاية ما اتجوزت سابع وبعدها توفت بفترة صغيرة. أنا آسفة، أنا مش عارفة حكيت لك ده كله إزاي. بالعكس أنا عايز أسمعك. مين سامح ده؟ سامح كان خريج نفس كلية بس كان سابقني بدفعتين. كان شاب طموح وموهوب وأي بنت تتمنى ترتبط بيه، لكن أنا رفضت. رفضت علشان ما كنتش عايزة أي حاجة تعطلني عن مشواري وطموحي. أول جورنان اتدربت فيه كان هو اللي ماسك التدريب، قعدت يوم واحد ومشيت. قررت أشتغل صحافة من غير ما أتدرب. اشتغلت كتير ورحت وسافرت لغاية ما دخلت تلفزيون الدلتا التقارير والصور. كنت أول صحفية بتدخل تلفزيون من غير واسطة، دي طبعا كانت معجزة. وفي يوم لقيت سامح هتف عندي في البرنامج، هل صدفة ولا مترتبة؟ آخر الحلقة سألني قالي تتجوزيني؟ حسيت إن ده كان السؤال اللي كنت طول عمري أهرب منه، بس المرة دي كان شايف أهرب منه تاني. وللأسف هو اللي اختفى. ده حصل إزاي؟ حادثة عربية، الإسعاف كان متأخر، الباقي معروف. معلش ما هي كده كل حاجة في حياتي بتيجي متأخر. إسعاف بتيجي متأخر، قرارات صح بناخدها في حياتنا بتيجي متأخر، حتى الناس المفروض يبقوا في حياتنا قريبين مننا بيجوا متأخر. انتي حكيتي له عنك كأنك تعرفيه من زمان. كان ليه سحر غريب عليه، ما حسيتوش بقى حد غيره. طب هو حكالك عن نفسه؟ بتهيألي كنت دايما عايزه اعرفه، ولما كنت اساله كان يجاوبني ويقول لي انا عايزه اسمعك اكتر. يعني ما حكيتيش اي حاجه خالص؟ خالص؟ دايما بشوف ان ما عنديش كلام كتير اقوله عن نفسي، حاسه انا في حته بعيد لوحدي، عامل زي الصقر طاير في السماء قليل قوي لما يقرب من الارض. ليه الحق يقرب من حد ولا يدي فرصة لحد يقرب منه؟ عشان كده لما كان حد يسألني زمان وأنا صغير نفسك تطلع إيه؟ كل مرة رد الإجابة مختلفة. مرة طيار، مرة بحار، مرة متصلي الجبال. كنت دايماً بغير اهتماماتي بس الهدف كان واحد، إن أفضل بعيد لوحدي. عشان كده ما بحبش أتكلم كتير عن نفسي، عشان الكلام اللي أقوله النهاردة ممكن يغير تاني يوم. هتفضل كده لحد إيه؟ لحد ما حاجة جديدة تحصل تغير حياتي. بصراحة أنا مستغربة كلامك أوي. ليه؟ لأنه دايماً اللي عايزين يبقوا لوحدهم زي ما بتقولوا بيبقى في حاجة جواهم بيهربوا منها. بالعكس، اللي بيروحوا وسط الناس والزحمة هم اللي بيهربوا، بيحاولوا يشغلوا روحهم وينسوها، عشان لو قعدوا لوحدهم الخوف بيقتلهم. هو أنت ما بتخافش؟ اللي قابل عيون الحلوة دي عمره ما يخاف أبداً. كلمت كتير قوي النهارده، اوعى تكون صدعتك. بصراحه صدعتيني، بس صداع حلو زي صاحبتك. وبعدين بقى في الكلام ده، هي دي طريقه كلامي، عايزاني اغيرها غيرها، بس اغيرها لحاجه احلى من كده كمان. هو في حاجه احلى من كده كمان؟ اكيد في احلى. نتعشى مع بعض النهارده؟ نتعشى مع بعض. Thank you.
عرفتي ليه بقول لك ان لو غلطت في الناس كلها مش هغلط فيه؟ كلامك بيقول ان مش ده بس اللي حصل ما بينك يا ليلى. اكيد يا رب. انا كنت حاسه طول الوقت وهو بيكلمني مش بيبص لي، بيبص جوايا، عايز يوصل لروحي وقرب منها، وفجاه كده بيختفي زي كل حاجه حلوه بتختفي من حياتي في لحظه. على قد ما نفسي اعرف، على قد ما انا مستغرباكي قوي. انت ولا مره في حياتك جبتي لي سيرته. انا جه عليا وقت كنت بخاف اجيب سيرته بيني وبين نفسي عشان ما اتكلمش. احنا مش اخوات يا ليلى. طب لو ما حكيتليش انا كان ممكن تحكي لمين؟ بعدين يا رب، بعدين احكي لك كل حاجه، وقتها تعذريني ان عمري ما حكيت لك. اوكي اسيبك براحتك، لما تحبي تحكي انا موجوده. يلا انا همشي عشان اتاخر. ايه ده شفتي؟ اه كلمه اهو. يلا باي. على بالك. هكلمك اول ما اوصل، خلي بالك من نفسك. اوكي. عامل ايه يا جمال؟ ازيك يا علي؟ جاي تطمن اللي حصل؟ مش انا يا جمال، مش انا. انت تظن فيا كده برضه؟ ابو العزم مصمم انه يتخلص مني. ماشي، اصبر لغايه ما نفهم اللي بيحصل. اللي بيحصل ده ما كانش المفروض يحصل، قلت لك قبل كده. بس طالما هو مصر يبقى هو كده انتهى بالنسبه لي خلاص. يعني ايه؟ يعني لازم يعرف ان هو مش محمي. انا عارف اتصرف معاه ازاي يا علي. بلاش تفكر كده ارجوك. يا علي احنا اتعلمنا لما خصمك يوجه لك ضربه لازم تردها له، حتى لو اعتذر، عشان ما افكرش اعملها معاك تاني. انا سالتك قبل كده، انت مامن نفسك؟ اه مامن نفسي. طالما الموضوع وصل بينا لكده لازم يعرف ان معايا حاجات كتير قوي ممكن تاذيه. تمام تمام يا جمال، كده انا اطمنت انه غصب عنه حيقلق هيطلعك من هنا. لا لا، لوحده مش كفايه، لازم يخاف. الو، يا ماجد. لقيتها بس الكواليتي بتاعتها مش واضحه قوي. مفيش اي سايت تاني الاقي فيها؟ اوكي، شبكه المسيح الحر. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. طب ثانية واحدة، ثانية واحدة، بقول لك ايه؟ ينفع تبعت لي اللينكات على الفيسبوك؟ اوكي، ثانك يو مان. باي باي. اسمع شو بدي اقول لك. أنا اليوم دقيت على مكتب الطيران وحجزت فلايت إلي وإلك بعد 3 أيام. وأنا قلت لك قبل كده مش هينفع أسافر دلوقتي. ما عم بقول لك هلا، عم بقول لك بعد 3 أيام. مستحيل. مستحيل؟ شو هو المستحيل حبيبي؟ نحن كنا رح نموت بلحظة. Do you understand this؟ أنا من وقتها مش قادرة أقوم، مش قادرة آكل، مش قادرة أعمل ولا أي شغلة. وأنا مش قادر أعمل أي حاجة في حياتي لغاية ما أجيب حق أمي وأخويا. والله؟ يعني بعمرك ما رح تعمل شيء، بتعرف ليه؟ لأنه نحن أصلاً عايشين ببلد ما فيه حقوق عشان تعرف ترجعها. مارلين، لو أنتِ عايزة تسافري، سافري أنتِ. أنا مش مسافر. كله تمام يا كومي بيه، زي ما سيادتك أمرت وأكتر. أيوه، والمأمور اتراضى.
لا وإيه؟ على حساب نوح. آه حب يعمل نزيه فقلت أسيبه يلبس. هتشرب إيه سيادتك يا فندم؟ يا سلام يا سلام سعادتك، هو كان يحلم يشتغل معانا؟ تمام يا فندم، مع ألف سلامة. سلام يا فندم. ست الكل، يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا، بنورة المكتب يا ست هانم. سامحيني يا فندم، مكالمة مهمة. أهم مني يا بدير؟ وفي أهم من سعادتك عندي؟ ده حضرتك أهم حد عندي في المكتب. أمريني يا هانم. طبعا مش محتاجة أقول لك إن زيارتي ليك هنا وكلامنا اللي هيتقال ما بين فريال وبدير وبس. يعني كومي لو عارف إن أنا جيت لك هنا هيزعل منك أكتر ما أنا هزعل. وبعدين هيقول إن أنت بتطلع أسرار زباينه بره، حتى لو أسرار لمراته. عيب يا ست الكل، الكلام ده ما يتقالش لبدير المحامي. واحنا معرفتي امبارح، ده احنا من زمان قوي، ولا نسيتي؟ ما نسيتش، بس برضو عايزة افكرك ان زمان غير النهاردة. لا تكون انت اللي نسيت. اموريني. عايزة ارجع سليم ابني، اظن ان الحضانة من حقي ولا ايه؟ من حقك، بس اللي انا فاهمه انك سايباه بمزاجك بالتراضي. يعني بالتراضي؟ وانا مصره على رايي، انا مسافره انا وسليم ابني. يلا يا سليم حضر شنطتك. هنقف هنا واتكلمها. انا قلت مفيش سفر تاني. انا مفيش سفر. انا مش قادره افهمك بصراحه، ليه مش عايزنا نعيش زي الناس الطبيعيه ما هي عايشه؟ ليه مصر ان انت تعيشنا في المزبله دي؟ وبعدين يا اخي، ما انت مش عارف تعمل لنا اللي احنا عايزينه، سيبنا نجرب. ولا انت بقى لا بترحم ولا بتخلي رحمه ربنا تنزل. الموضوع ده اتقفل خلاص، مش عايز اسمع فيه كلام تاني. انت عارف ان انت بتموتني من الضحك وانت بتتكلم. ميري اتكلم عادل زي الناس الطبيعيه. ميري يا بنت، لو عملتك ميري مش هتلاقي روحك. لا ما انا عارفه، عشان كده رفضوك. دي اخر مره اسمعك تتكلمي في الموضوع ده. لو اتكلمتي فيه تاني هيبقى اخر يوم ليك هنا في البيت، انت فاهمه ولا لا؟ الله، وده هيبقى اسعد يوم في حياتي بجد. يلا يا سليم حضر الشنطه. انا عارف انت مش طايق عيشتك معايا من زمان وبتحلمي بعيشه اكبر بكتير، بس انا مش هجبرك تعيشي معايا بالعافيه. انك ما تسويش عندي حاجه خالص، ما تساليش حتى ان انا هسالك، بس سليم لا. سليم هيفضل عايش معايا، ولو حلمت يا فريال مجرد حلم تبعديه عني مش هصحيكي منه. فوق ايه؟ وبعدين؟ بس ما فرقش معايا وركزت في مشوار الكون. على يدي. بس انا دلوقتي فارق معايا وعايزاه. حقك، بس بس ايه؟ تفتكري هيسيبهولك بالساهل كده؟ الحكايه من حقك زي ما قلت لك، ومن اول جلسه كمان. ده مش قضيه، ده لعب عيال، انما مش كل حاجه القانون والمحاكم. يعني ايه؟ يعني اظنه هيرخم حبتين. يرخم؟ الله. طب ما احنا كده مش هنطول الوقت. ومين قالك ان انا عايزه اطول الولد؟ انا عايزه اساومه، العب، لا اكتر ولا اقل. ده انا هقطعك يا واد يا سليم، انت ما تعرفش عمك اشرف بقى لما بيلعب بلاي ستيشن. مش تعرف تكسرني يا انكل اشرف، انا الجول بتاعي جامد. ماشي يا عم الجامد، هنشوف. ويوسع جنب العارضه. الله الله الله، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتعمل ايه؟ فاول. انا هقطعها منك دلوقتي. لا مش هتعرف. جول يا ابن اللذينة. تلعب جيم كمان؟ لا، في ماتش مصر وغانا. ماتش مصر وغانا؟ ماشي يا اخويا. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا مفرج الكرب فرج الكرب عن عبيدك يا رب.
النبي يا رب حياة حبيبك النبي محمد ما تسيبش جمال ابني في محنته. مديله ايدك يا كريم وخد ايده. احنا مالناش غيرك نساله يا رب. انا كل ما ببص لسليم بقول ذنبه ايه ولد جميل زي ده يتحرم من ابوه وقبلها من امه. يعني الاب ولا امه. لما يتحرم منهم هما الاثنين مين اللي هيفضل له اشرف؟ يا عمر بقى الكلام ده. ربنا يديك الصحه ويخليك لينا كلنا. والله يا ابني انا اللي حصل ده خلاني عجزت عمرين على عمرين. كان نفسي ان انا اقضي بقيه ايامي في هدوء ومن غير مشاكل. نفسي اعيش مطمن. لكن ازاي؟ انا كل الباب ما بيخبط ولا جرس التليفون بيرن ببقى حاسس ان فيه مصيبه هتحصل. يا عمي مفيش مصايب خلاص. وباذن الله باذن الله كل حاجه هتبقى زي الفل. أرى. المهم انا مش عايزك تحس بكده على الاقل قدام سليم. مش عايزين نحسس الولد باي حاجه خالص. والله انا بعمل كده يا ابني. انا بمسك نفسي قدامه بحاول اضحكه وانسيه. لكن انت ما بتشوفوش ولا ما يسال على ابوه ويقول لي بابا ما جاش عشان ياخدني ليه. الواد نبيه بسم الله ما شاء الله وانا خايف لا يكون فاهم حاجه. لا يا عم احنا بقى دورنا ان احنا نفهمه ان ما فيش اي حاجه خالص. انا حتى الجورنال ما بقتش اجيبه. خايف لا توقع عينه على صوره لابوه ويقرا كلمه مكتوبه عليه. حتى المدرسه ما بقتش اوديه. خايف لحد من زمايله يقول له كلمه كده ولا كده. انا مش عارف يا ابني والله مش عارف اعمل ايه. ربنا يعدينا منها على خير يا رب. ان شاء الله خير يا عمي. ما تباصي يا شوف الواد بيتباصي ازاي بيشوط في زميله. الله يخرب بيوتكم. اقطع اقطع. صفر يا اخويا صفر صفر كابتن ميلا لما نشوف الشوط التاني. العيال نازله الماتش وهي حاقده على بعض. اللي خاطف واحده رقاصه من زميله واللي مرافق بنت ممثله واللي واخد هديه من الشيخ فلان. عيال بايظه بعيد عنك. ايه يا خليف مالك؟ شكلك كده مش في المود. لا زي ما تقول سعادتك يعني انا ماليش في لعب الكوره قوي. ايه؟ انت عارف لو سمعتك بتقول كده ثاني يا خليف هعمل فيك ايه؟ هلبسك شورت واخليك تنطق. حلوة. يا خليف القمح والمزاج. الناس تاكل يا خليفة تملى بطنها وبعدين بقى تحشش او تشجع كورة فتعدل مزاجها. عشان لو مزاجها هتعكنن هيقوموا ياكلونا احنا يا اخويا. خد بالك من الكلام ده يا خليف. ده أهم من اللي بينك وبين الكومي ولعب العيال اللي بينكوا ده. لعب العيال ازاي؟ ما تاخذنيش يعني. هو مش ده برضه اللي أنت كنت جاي علشانه؟ هو ولا مش هو؟ يا دكتور زيتون الكومي بيتصرف تصرف بيتصرف صح. وكل راضي عنه. خد لك أجازة يا خليف. خد لك أجازة عشان ترجع حلو كده وفريش وتنول الرضا. مش معلقه في الزنزانه وبس، لا وايه وبيهدد كمان. ومش بعيد بكره لقيت متعلق جنبه وهتشوف. سعادتك انا ما كنتش موافق على الامر ده. موافق على ايه ولا مش موافق على ايه يا بني ادم انت؟ انت حته بني ادم فاشل. اقصد يا فندم ما كنتش مقتنع. مقتنع؟ اه. هو ده بقى سبب فشل تصفيه جمال مش كده؟ لكن قول لي كان يقصد ايه باني مش محمي؟ في ايه تحت ايد جمال يا علي؟ سبق وسألته وأنكر تماما يا فندم. تفتكر؟ في الحقيقة ما أظنش إن جمال بالسذاجة دي علشان يصرح بكل اللي جواه. جمال بيلعب لعبة هو مش قدها. تقصد إيه سعادتك؟ قول لي مشكلة جمال بدأت من ساعة موضوع السلاح الأخير مش كده؟ مظبوط سعادتك. طب قول لي بقى كده تاني إيه اللي حصل؟ مشكلة نفسية. وسعادتك اللي اديته الإجازة حتى بعدها. انا اديته الاجازه لاني كنت فاهم ان هو تعبان او مرهق لكن ما كنتش اعرف ان الموضوع اكبر من كده. متاكد يا جمال ان هو ده المكان؟ اكتر من كده اظهروا الحرس الحدود وده مش في مصلحته. فاكر الصحراء الغربية والوعى اللي اتربينا فيها أربع أيام بلياليهم؟ ودي يوم تتنسي؟
ساعتها اتولد سيدي وما شفتوش، كنت هتجنن عليه يا اخي. وطلعت جنانك على عيال المهربين لما فرمتهم. شكلهم وصلوا. نقرب عليه. سيبهم هم يقربوا. قلب لهم بس نور. الشنطة يا جمال. خلي بالك اشيلها تدوس على الزرار. مش على المير يا وحش. ما دي المصيبة. العيال من صغرها ولاد الكلب. الشنطة يا جمال، الشنطة. بلاش علي. هو ايه اللي بلاش؟ الواد الصغير ده ذنبه ايه؟ فيه يا جمال، فيه. اركب يا جمال، مفيش وقت، اركب. علي بلاش. علي ايه اللي بلاش؟ كده بتعرضنا للخطر قبل منهم. اركب. اركب يا جمال. ده اللي قلب كيانه من وقتها يا فندم، موت الواد الصغير. معرفش ازاي فكر بالطريقة دي. هما لو كانوا فتحوا الشنطة واكتشفوا القنبلة فيها اكيد ما كانوش هيرحمونا. واضح ان جمال بدأ يفكر بقلبه. ما تقلقش سعادتك، انا متأكد انه شوية وحيادة، بس بلاش نستعمل معاه الاساليب. هنشوف هنشوف يا علي. هسمع كلامك المرة دي، بس تعمل انت حسابك ان اي غلطة تانية مش في مصلحتك، وانا اذا كنت مستحملك مستحملك بس عشان خاطر حماك. يا اخي انا كنت فاكر ان اللي حصل لجمال ده هيخليك تفكر انك تبقى نمرة واحد، لكن واضح واضح انك حتى ما انتش قادر تحافظ على مكانك.